حلقتنا اليوم من بلاد الأندلس، يعتبر من أشهر المطابخ داخل أوروبا. شيف اليوم حياخدنا برحلة على المطبخ الإسباني. هاي ملك، هاي شيف، كيفنا اليوم؟ منيحة، أنت كيفك؟ مشكور الله. اليوم مطبخنا كتير طيب. اليوم مطبخ إسباني، يعني جنوب أوروبي، جنوب شرقي، يعني شرقي. مطبخ كتير مهم أكيد بأوروبا، العالم كلها بتحب المطبخ الإسباني. اليوم حنعمل ثلاث وصفات. أكيد المطبخ الإسباني هو مطبخ متأثر بكل البلدان اللي حوله. ما ننسى قطع عليه رومان، قطع عليه كتير عالم، حتى متأثر المطبخ العربي. مظبوط، لأنه على حوض البحر الأبيض المتوسط 100% من خلال الأندلس والتجارة وإلى آخره. أول شيء حنبلش بالطبق اللحمة. أوكي. حناخد هالكاسرول، أكيد هلا هون بدنا نحمر اللحمة قبل 100%. شوية زيت قلي، شوية زيت زيتون. ما ننسى انه جنوب اسبانيا اكثر شيء بيستعملوا زيت زيتون باكلهم. مزبوط، وعندهم زراعه الزيتون بشكل كثير كبير. كبير حتى يعني بتشوف بالمطاعم تلاقي منين زيت الزيتون، يعني لها اجبار، لانه شكل غريب. شيء كثير هون. هلا الزيت طبعاً حمي، حنحط اللحمه. اكيد ننتبه على ايدينا لانه الزيت بترشيش وبيأذي. كنت عم تحكينا عن تابز، فمغطي كمان حتى ما ترفش عليه. طبعا اكيد في مثلا بتشوف مثلا باجيت وعليه كثير انواع مثلا من الاسماك، من الدجاج، من حتى الاشياء مع البيزل، الساسجز، المقاني، مثل المقاني. هلا اللحمه هون تبعنا عم تحمر، حناخذ مصفايه بدنا نشيل المصفاية الحلوة يا شيف. هي كمان جديدة، تبعها إيدينا على طول. أكيد هنشيل اللحمة نحطها هون لترتاح شوي. هلا هناخد البيكن. يأ. بيف بيكن اللي هو بيجي من بطن العجل بيتدخن. هنحطهم هون لناخذ منهم طعمة السموك. هناخذ شوريتزو اللي هو سوسج كمان اسباني، بيجي شوي حار، شوي صغيرة، في منه اكسترا حار، بس نحن عم نستعمله ما كتير حار.